هلا معتصم، الله يحفيك يا رب. ليش مالك مزع مزع البطل؟ مش راضي تنحبك. وش هي حبكة الفيلم؟ وش الحبكة؟ تعرف الدرس اللي فات تكلمنا عن أدوات المخرج وحكينا العد التنازلي وحكينا كلمة أكشن وحكينا كلمة كيو وحكينا كلمة جو أهيد، بس بتعرف الحبكة أو العقدة من أهم توقع الحبكة أو العقدة واحدة من أهم أدوات المخرج اللي بيتلاعب فيها في عقول المشاهدين. عارف إيش يعني حبكة؟ إيش هذا؟ حبل. هذا حبل مش حبكة. هاي بداية الفيلم. تخيل الفيلم من بدايته لنهايته ماشي في خط سير واحد. ايش حيصير عند المشاهد؟ ملل. مشاهد بيمل. فلازم احنا نحط في كل مدة معينة نروح عاملين عقدة. والحبكة يعني هي عبارة عن عقدة؟ والعقدة هي الحبكة. كمان عقدة. ليش؟ عشان يبطل الفيلم ماشي في سيمترية واحدة، لازم يكون في صعود ونزول، صعود ونزول. وهذه الحبكة هي اللي بتخلي المخرج يتحكم ويتحكم في عقل المشاهد ويتميز عن غيره بكثير. فالفيلم الروائي الطويل اللي مدته من ساعة ونص لساعتين فيه 5 أحداث مهمة جدا. ميزة الحبكة عبارة عن حبكات. ميزة الحبكة إنه هي تغير من مجرى ومسار الفيلم. يعني الفيلم بيكون ماشي هيك، بعدين بيصير في حدث معين بيلف وبيغير كل مسار القصة والحكاية وبيمشيها في مجرى آخر. فالفيلم الروائي الطويل اللي مدته ساعتين فيه 5 أحداث مهمة. الحدث الأول بيسموه حدث المنطلق. عارف أنت كيف الطيارة بتنطلق بتعمل يعني صعود؟ هذا الحدث بيتم في أول 10 دقائق في الفيلم الروائي الطويل. أي فيلم هتفرج عليه في 10 دقائق الأولى لابد من وجود حدث مهم. زي إيش؟ على سبيل المثال البطل انتقل من مدينة لمدينة عشان يعيش في بيت لحاله، اكتشف إنه البيت مسكون في عفاريت. واحد انتقل لمكان جديد راح يشتغل في مكان، وجد إنه صديقه العزيز مات. واحد بدأ دراسة وجد إنه الدكتور حط عليه إكس من أول محاضرة. فهذا اسمه حدث المنطلق. فهذا اللي بيخلي الفيلم كأنه بيشغل وبينطلق وبيبدأ الفيلم. يعني تقريبا لو كان الفيلم مدته ساعتين تقريبا من الدقيقة 26 27 لغاية 30 بنبدأ نتكلم إنه هنا لازم يكون في حدث ثاني اللي احنا بنسميه في السيناريو الحبكة الأولى. الحبكة الأولى يعني حدث ثاني بده يغير من مجرى مسار الفيلم وبعدين يخليه يتجه اتجاه آخر مختلف. بنضلنا ماشيين بنعمل عقدة ثالثة في الفيلم الروائي الطويل ما تسمى بحدث المنتصف. حدث المنتصف. وبعدين بنعمل الحبكة الثانية بعد المنتصف بنفس الآلية، مش بنفس آلية ربط الحبل بس نفس آلية العمل. إنه 1 2 3 4 5. كل مسلسل أو كل فيلم لازم كل فيلم حتى الأفلام القصيرة. بس إحنا ليش بنتكلم عن القاعدة ولا لكن ممكن يكون في شواذ؟ في شواذ للقاعدة طبعا. هذا اللي حكاه كاتب السيناريو الشهير سيدفيلد. هو عمل هيكل لبناء سيناريو الفيلم الروائي الطويل. عمل فيه 5 أحداث مهمة. الخمس أحداث مهمة هدول
أدوات لدى المخرج. اللي قام في كتابتهم مش المخرج طبعاً، إحنا عارفين اللي قام في كتابتهم كاتب السيناريو السيناريست، بس هذه الأدوات عند المخرج هو بيتلاعب فيها، بيحرك مشاعر الجمهور، بيقدر يتحكم في اتجاه الفيلم، وبيقدر يتحكم في الجمهور وين يتعاطف أكثر ولا يحزن أكثر، يبتسم أكثر، يخاف أكثر، من خلال جر المشاهد، من خلال الحبكات اللي موجودة في الفيلم الروائي الطويل. وهذا معنى حبكة. طبعاً البداية ممكن تكون مختلفة عن النهاية ولا نفس، يعني كيف ممكن تبدأ نهاية؟ بالتأكيد سنة. بالتأكيد البداية حبكة وفي النهاية حبكة تانية. في النهاية ممكن يسيب لي نهاية مفتوحة، ممكن يوصلنا للحل. يعني البطل انتقم من المجموعة اللي قتلت صديقه ووصل للحل وحبسوهم، هاي حل. ولكن بعض الأفلام بيختمها نهاية مفتوحة، يعني هو طلع من السجن وانطلق عشان يحصل على عمل، بس ما جابليش أنا باقي التفاصيل. ممكن ممكن عشان يتحلل، ممكن عشان يفتح جزء تاني أو جزء ثالث. احتمال يعني يكون في أجزاء ما بعد، احتمال يكون في أجزاء تانية تسمح بعد إذنك تهدي لي شوية عشان أنا أكمل في الحبكة.